السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سيادة اللواء، هناك إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي تعج بأخبار حول استسلام كتيبة إرهابية اسمها النواصي إلى الجيش الليبي، ما صحت هذه الأخبار؟ ما حدث بالتفصيل حتى لا يتم التشويش على الناس. يعلم الجميع بأن سلاح الأخوان المفسدون هو الإعلام. ما حدث بالتفصيل أن جزء منهم أراد أن يسلم نفسه، وآمرهم المدعو أيوب أبو راس حاول أن يسلم نفسه، وقمنا بإرسال أحد الأفراد من نفس المنطقة ووصلت يده ليده على أساس أن يسحبه ويسحب معه باقي الأفراد الذين يريدون أن يسلمون أنفسهم، ولكن انقسموا على نفسهم على أنفسهم شقين، شق يريد أن يسلم وشق لا يريد أن يسلم. حدثت الرماية ففشل مشروع التسليم. الآن نحن على الحد الأمامي، بوابة مدخل عين زارة مباشرة، الحد اللي كانوا يقصوا فينا منا الآن نحن عليه ومتمركزين عليه، وبإذن الله خلال الساعات القليلة القادمة بإذن الله سيكون هناك أخبار تثلج الصدور. نعم نعم. طيب سيادة اللواء، هناك إذن خيانة حدثت من هذه المجموعة الإرهابية التابعة لكتيبة النواصي الإرهابية، ويبدو أنكم كنتم تريدون حقن الدماء وإيجاد حل، إذن كيف ستتعاملون في الأيام القادمة مع هذه المجموعات الإرهابية؟ الخونة لا عهد لهم ولا ذمة، حاولنا كف دماءهم ولكنهم أبوا. تعليمات القائد العام: من دخل بيته فهو آمن، من رفع الراية البيضاء فهو آمن، من ألقى سلاحه فهو آمن. لم يتبعوا هذه التعليمات فما لهم إلا القتل. نعم سيادة اللواء، طمئنا عن سير المعارك في عملية طوفان الكرامة وخاصة في المحور المتواجد به الآن. الأمور ولله الحمد فوق الممتازة، ثبات الشباب، تقدمات مستمرة، الموجودون أمامنا الآن. معي أحد الأسرى في هذه العملية، قمت بأسر اثنان، الآن معي أحد الأسرى قال لي بأن الجميع هناك يحدث بينهم شقاق مستمر، أغلبهم من متعاطي الخمور، ومعهم مجموعة من مجالس الشورى الفارة من بنغازي وجدابية ودرنة، هم من يحثونهم على القتال، أولئك أصحاب فكر، أما البقية فهم يعني من المجرمين وسقط القوم. نعم. طيب سيادة اللواء، ما هي نصيحتك إلى هؤلاء الشباب المغرر بهم بهذه الميليشيات عفوا؟ والله نصيحتنا إليهم أن يسلموا أنفسهم ولا يقاوموا جيشهم، فليتخذوا عبرة من بنغازي ومن إشدابيا ومن درنة ومن الجنوب، من استطاع أن يقف أمام الجيش. لماذا؟ لأن الجيش على حق وهم على باطل. كل تلك الأماكن التي ذكرتها انصاعت لقوة الجيش إما بالقتال وإما بالرضا، فهم من يكونون؟ فهم إلا حفنة من أصحاب السوابق، يدعمهم بعض أصحاب الفكر من مجالس الشورى الفارين، يحثونهم على القتال خوفا هم على أنفسهم. كذلك أمراء الميليشيات الذين استحوذوا على الأموال يدفعون الأموال لهؤلاء الشباب حتى يقاتلوا نيابة عنهم، وسيلقون نفس المصير الذي لقاه تلك المجالس في بنغازي وإشدابيا وغيرها والجنوب وجميع المناطق التي تم تحريرها من قبضة هؤلاء المجرمين. نعم نعم سيادة اللواء، شكرا لك. لواء فوزي المنصوري، آمر منطقة الخليج العسكرية وأحد قادة المحاور بطرابلس، نتمنى لكم النصر، وشكرا لكم لتفنيدكم هذه الأخبار المنتشرة والفبركة الإعلامية حول تقدمات الجيش الوطني. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خميس، اليوم الخميس 5 شهر 1440 هجري، الساعة 25 دقيقة. تم بعد شيل الركبة تبا لمديرين الأخوان، سلموا أنفسهم أيوب وراس، وتم يد السلام ليهم، لكن هم رفضوا وضربوا تعاملوا على الجيش بدبابة، والقوات مسلحة في أمان قاعدة ومتقدمة ومعنويات عالية. شيل الركبة 25 دقيقة، يوم خميس 11 أبريل 5 شعبان
1440. الله اكبر الله اكبر. ندينا هذول الامراء اللي قالوا شدوهم وانا اللي قالوا شدوني. كم شفونا كم شفونا الكاذب يوصفونا كمين لكن فشلوا، والحمد لله قوتكم المسلحه متقدمه.